قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى قطاع العدالة، فطرائف وأمور عجيبة شهدتها أطوار محاكمة الخليفة في يومها 11، سواء داخل الجلسة أو في محيط المحكمة. نتعرف على ما يحدث في كواليس محاكمة القرن مع وليد بهراوة. متهمون استفادوا من قبل من بطاقة تلاسو أو من النقل المجاني في طائرات الخليفة، ينتظرون اليوم أدوارهم لاستجوابهم أمام القاضي، لكنهم لا يأبهون للمحاكمة، يقرؤون الصحف الوطنية أثناء سير الجلسة. أما عبد المؤمن رفيق خليفة فهو يختبئ من الصحفيين كلما حاولوا رؤيته. بعد مرور 11 يوم من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بونك، هذه القضية المعقدة والتي لم نعرف خيوطها إلى حد الآن، نلاحظ نوع من الملل والتعب والإرهاق سواء على مستوى المتهمين أو على مستوى الإعلاميين ككل، يعني بصفة عامة جميع الصحفيين الموجودون هنا نوع من الملل. منذ الخميس الماضي نفس التهم موجهة إلى المتهمين والإجابة تقريبا هي نفسها، لكن ما أثار انتباهنا هو الشخص الذي يقف عند باب المحكمة يوميا ويردد أغاني عن المحاكمة. يا الخليفة يا الخليفة، والدعوة ما هيش خفيفة، رأينك دايما تتفسح، واليوم شكون اللي ينصح. هي طرائف من المحاكمة في يومها 11، والتي كان بطلها تلي الصافي المتابع بالرشوة واستغلال النفوذ نتيجة توظيف ابنه في الخليفة للطيران، لما طلب من القاضي حمايته من قناة النهار التي تذكر اسمه، لكن القاضي كان رده أنه لا يحمي الكبار وإنما يحمي القصر، وأن وسائل الإعلام لا تقوم إلا بدورها. ماذا ستحمل المحاكمة غدا؟ وما هي المفاجآت التي ننتظرها وتنتظرونها أنتم؟ وليد بهراوة من داخل مجلس قضاء البليدة لقناة النهار. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.